مرحبا بك مرة تانية. ودكتور، قبل ما نخش في محاور حلقتنا، عايزين تعريف للصحة العامة. ما هي الصحة العامة وما هي المسؤوليات التي تقع على عاتق العاملين بالصحة العامة؟ الصحة العامة هي مادة علمية ولها متطابقات، هي ممكن تكون الطب الوقائي أو طب المجتمع، وهي اللي هي تعني بصحة المجتمع ككل، وتنقسم إلى مواد أو إلى أقسام عديدة، منها قسم الوبائيات وقسم صحة البيئة وقسم الصحة الدولية وأقسام عديدة. قسم الوبائيات نفسه، وده هو الأكبر، القسم الأكبر، بينقسم إلى أقسام متعددة، عندها الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، فدي الأشياء المهمة في الصحة العامة. أيضا عندها الصحة الدولية اللي هي منها قسم التغذية، فهي المادة التي تعني بصحة المجتمع.